مساء الخير عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. اهلا بكم في لايف جديد من محافظة المنيا. احنا دلوقتي في قرية البيهو على الشاطئ الشرقي، يعني دير جبل الطير، مولد السيدة العذراء اللي بدأ من يوم الخميس الماضي والى الخميس القادم سينتهي الاحتفال بمولد السيدة العذراء. شاطئ النيل اتحول لحمام سباحة في مولد العذراء يوميا للهروب من جو الطقس الحار. والسلف على البحر بيعمل عظمة. البائعين بائعين. بص الحركة دي. بص الحركة دي. طب بص اللقطة دي، شايفين الأطفال الجمال اللي جايين يحتفلوا بمولد السيدة العذراء بيهربوا من الجو الحار وبيستحموا في وبيعوموا في نهر النيل على شاطئ النهر. طبعا موجود فريق كامل من الإنقاذ المهري، فريق كامل من أفراد الشرطة والتأمينات، يعني في حد معين الشباب مش بتتعداه والأطفال مش بتتعداه. منظر جميل مش بنشوفه غير في مولد العذراء بس. شاطئ النيل بيتحول لحمام سباحة هروبا من أجواء الطقس الحار. شايفين العظمة. دي الخيم اللي الناس قاعدة فيها على شاطئ النيل، كافيه كده زي استراحة قبل ما يطلعوا الجبل، بيطلعوه ماشي علشان يزوروا كنيسة السيدة العذراء. حمام السباحة هنا على شاطئ النيل، يعني شاطئ النيل تحول لحمام سباحة للهروب من الأجواء الطقس الحارة. الأطفال مستمتعة بهذا الجو وبهذا البحر. عندنا أكثر من 100,000 زائر بيقوم بزيارة مولد السيدة العذراء خلال العشر أيام. الأطفال مستمتع والشباب كمان والفتيات، كله مستمتع هنا بهذا الجو الجميل. الأطفال بتعمل سمكة بيستحموا
ولابسين كمان الأطفال لبس الطقم الواقي. كرة النجاة، في طبعا سباحين واقفين بيشرفوا على الموضوع ده. بص بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. المياه جميلة والجو لطيف. هروبا من درجات الطقس العالية، درجات الحرارة العالية، لجأ الأطفال إلى تحويل شاطئ نهر النيل الشرقي في مركز صمالوط إلى حمام سباحة للاستمتاع وقضاء جو ممتع وساعات ممتعة في المياه. فرحة عم على أوجه الأطفال، الأطفال وأسرهم فرحانين بهذا الجو، بهذه الساعات والدقائق واللحظات الممتعة مع النيل. أهو ده مسن زي ما انتم شايفين، مسن ماسك طفل صغير بيعلمه السباحة داخل طوق نجاة. منظر جميل ولفتة إنسانية جميلة وعظيمة. بائع العلاولة وبائع الجلاطي والبائعين وبائعي الترمس هنا على الشاطئ في مدينة صمالوط بقضاء جو ممتع ولحظات ممتعة على شاطئ النيل في الساعات الأخيرة لغياب الشمس. Thank you.
خفيف، منظر جمال طبيعي ريفي مصري. الأطفال الزائرين لمول السيدة العذراء حولوا شاطئ النيل لحمام سباحة هروبا من الأجواء الحارة التي تحاضر البلاد وصعيد مصر. بص الحركة دي، بص اللقطة دي، الأطفال بتعوم بتسبح كالسمكة، قفزة السكة للأطفال جوه المية، والبياعين على الشاطئ، والمنظر لطيف جدا جدا جدا. احنا على الشط الشرقي، الشط الغربي في قرية البيهو، الشط الشرقي قرية دير جبل الطير، على مساحة قريبة جدا من دير السيدة العذراء، أمطار قليلة من الكنيسة ومطار العائلة المقدسة. الأطفال الزائرين وأسرهم زي ما انتم شايفين ومتابعين معنا ومعاكم على كاميرا أبو كبير ميديا. بنرصد معنا ومعاكم لحظة فرحة أطفالنا الجمال. Thank you.
تشهد منطقة جبل الطير في شرق النيل شمال المنيا احتفالية بقدوم العائلة المقدسة لمدة 8 أيام. خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو الجاري حيث يتوافد أكثر من 1 مليون زائر على هذا الموسم الجميل. أشكر حضرتك على حسن المتابعة، كنت معكم من المنيا وأسر أبو كبير ميديا محمد علي عبد المنعم.